توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع توازن الصناعي بهدف تمكين الشركات أعضاء مجلس الإمارات الشركات الدفاعية من الاستفادة بحزمة من التسهيلات والإعفاءات التي يقدمها مجمع توازن الصناعي بهدف تمكين الشركات من المساهمة بالقطاعات الدفاعية والأمنية، لأن هذه المنطقة الصناعية مختصة بتوفير هذه الخدمات التي يحتاجها الشركات. فعلى إطار هذا المذكرة تم التوقيع والتعاون مع مجمع توازن الصناعي التي تعتبر إحدى الجهات أو الشركاء الرئيسيين، جهة مختصة بالبنية التحتية لتطوير القطاع العسكري والأمني في الدولة. إن شاء الله إحنا دورنا الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة هي تقديم حلول معمارية للنهضة بالصناعة الدفاعية العسكرية والأمنية. وأعتقد الاتفاقية هذه مهمة جدا لنا، لأن هي جزء أساسي من استراتيجيتنا إن شاء الله القادمة، خصوصا في الخمس سنوات القادمة إن شاء الله.